الرياضة. The start of this week twice the battle race. رياضي بلدية القنطرة بسبرا ألجيريا. هذه عبادي حمزة from Mada Pro Cycling Team first position. الرياضة مرفقا بالوالي المنتدب لي الحمد ربي اولا على هذا الفوز هذا اللي كان سبيسيال ليا والفريق كله اللي كان في الجزائر العاصمه وكان عند في الجائزه الكبرى للجزائر الغنيه عن التعريف. الحمد لله هذا السباق هذا كنا تابعنا تعليمات المدرب اللي كانت مسطره قبل السباق. الحمد ربي على الباركور اللي قمنا فيه في هذا الطواف مع فريق مدار اللي كنا فزنا بالجائزه الكبرى لوهران وفزنا باربع مراحل في طواف الجزائر. القميص الاخضر القميص الاصفر اللي هو احسن شيء في هذا الطواف اللي كنا فتكيناه اخر مرحله والترتيب الفرق اللي كنا فزنا به زدنا ختمناها بهذا الفوز الجائزه الكبرى للجزائر العاصمه.